السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أينما كنتم حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة وبرنامج فقه العصر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشتكم وقناتكم قناة سمراء الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. افترقنا هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي لازلنا ندعو الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وأن يرزقنا القبول وإياكم أيضا أينما كنتم مشاهدينا. في هذه الحلقة أيضا سنكمل معكم ما انتشر في الآونة الأخيرة وعلى مدى سنوات مضت، وهي عمليات التجميل، وكيف للإنسان أن يغتنم مثل هذه العمليات، وهل يحق له أن يجري بعض التعديلات على خلقته وشكله أيضا. هنالك أصبح هوسا لدى المجتمع العراقي خاصة والعالم العربي والإسلامي أيضا في مسألة عمليات التجميل، وأيضا هنالك من تخصص بهذا المجال، ولاحظنا وشاهدنا أيضا في الآونة الأخيرة انتشار مراكز التجميل على مستوى العراق، وهنالك منافسة تجارية أصبحت ربما لدى البعض، وإن كانت هنالك رقابة صحية أو منعدمة هذه الرقابة، لكنهم تفشت هذه الظاهرة في المجتمع العراقي. فبين جواز عمليات التجميل بين إباحة هذه العمليات وجوازها وبين محرماتها ومنعها، الآن ينضم معنا هنا في الاستوديو سماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق، فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله. أهلا بك سماحة الشيخ. سمعت الشيخ، طبعا العمليات أو الجراحة التجميلية إن صح التعبير، هل لك أن تحدثنا عنها من وجهة الشرع العراقي أو الشرع الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا حقيقة قبل يعني أحداث ما عشرة ذي الحجة وما يتعلق بها عند موضوع الزينة، وقلنا إن الله تعالى جميل يحب الجمال كما يقول صلى الله عليه وسلم، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبين لنا أنه قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. كذلك أيضا لابد أن نقف إلى أن هذا الأمر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص، كما في حديث عرفجة بن أسعد لما سقط أنفه كما قال في حرب بني كلاب في الجاهلية، واتخذ أنفا من ورق أي فضة، إلا أنه أنتن بعد ذلك، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من ذهب أنفا، فكان أيضا دلالة على مشروعية هذا العمل بالجملة، لكن الفقهاء لهم تفصيل في ذلك. ابتداء، الجراحة التجميلية هي إجراء طبي جراحي يستهدف تحسين مظهر أو وظيفة أعضاء الجسم الظاهرة. طبعا كما ذكرنا احنا من قبله انها قديما كما في حديث عرفجة وغيره ايضا كان لها اصل، الا انها بعد الحرب العالمية الثانية والتشوهات في المعارك والحروب حدث هنالك طفرة نوعية في هذا المجال، واصبح علم متخصص في هذا في جزئيات كثيرة، في تناول ايضا عمليات متنوعة. لذلك اصبح اليوم هنالك كما ذكرت جزاك الله خير هوس في وكثرة المراكز المتخصصة في هذا المجال، وكثرة ما يسأل الناس، ولا بد أن نبين فيه الحلال أيضا من الحرام ليكون الناس فيه على بصيرة. والله تعالى ما ترك شيئا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طبعا هنا أيضا الدوافع كثيرة كما قلنا، وهي لكن هنا الجراحة التجميلية كملخص هي تأتي على نوعين. النوع الأول هي يسموها الجراحة التجميلية أو تسمى الجراحة التجميلية العلاجية، أي التي يراد منها يعني إصلاح أو معالجة عيب ينشأ إما عن نقص أو تلف أو تشوه في إيذاء الشخص بدنيا أو نفسيا، أو يصاحبه ألم شديد لا يستطيع تحمله أو يتسبب في إعاقة صاحبه عن العمل أو أداء وظيفته، فهذا يسمى جراحة تجميلية حاجية. طبعا يندرج تحته أيضا قسمان، التداوي الضروري وهو ما تدعو إليه الضرورة كما قلنا من تصحيح أو تعويض في البدن نشأ عن حادثة أو اعتداء كالحوادث التي ينتج عنها تشوه معين، أو التداوي الحاجي الذي هو يصيب ضرر مثل شق في شفة أو في جسمه أو في أصبع زائد هو الإنسان يستطيع أن يعيش معه ولكن يسبب له إحراج. هذا معروف قبل فترة سمحت الشيخ، يعني قبل حدود أسبوع أو أكثر كانت هنالك بعض العمليات في محافظات الجنوب مثلا البصرة وغيرها، كان ما يعرف ب شفى الأرنبية، هذه يعني تشوه خلقي يسموه عند الولادة،
فتم إجراء هذه العمليات على حساب بعض الأطباء. هذه عمليات أيضا تدخل ضمن هذا، ضمن الحاجية. نعم. الشفاء الأرنبية كما تدخل في باب الحاجية وليس الضرورية. نعم. عندنا أيضا جراحة، الآن هذه جراحات تجميلية العلاجية. عندنا الجانب الآخر هي الجراحات التجميلية للزينة أو التحسينية أو كذا، ليست هي ضرورية. طبعا هذه يراد منها إخفاء عيوب أو إظهار محاسن، يعني إما يظهر عيب يريد أن يخفيه ظاهر في جسمه فيخفيه، أو أن يظهر محاسن معينة في جسمه للرجال أو للنساء. وإظهار المحاسن رغبة في التزيين، تطلع إلى عودة إلى مظاهر الشباب ونحو ذلك. فكما عرف أيضا بعض الباحثين أنها جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب. هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عمليات الشكل، المراد منها أيضا تحسين المظهر، تحقيق الشكل الأفضل، هي تجري للصغار والكبار على حد سواء، إلا أن النساء معروف أكثر إقبالا على هذه العمليات من الرجال. من أمثلتها عملية زراعة الشعر جراحيا خاصة في حالات الصلع الوراثي، عملية إزالة الشعر بالليزر، تجميل الجفن بإزالة بعض تجاعيده وتصحيح تهدله، تجميل الأنف في تصغيره أو تغيير شكله من حيث العرض والارتفاع، عملية تجميل الشفتين تكبيرا أو تصغيرا، تجميل الذقن وذلك بتصغير عظمها أو تكبيره، تجميل الأذن أيضا، تجميل الثديين بتصغيرها إذا كان كبيرين أو تكبيرهما بحق مادة معينة في تجويف الثديين. وهذه العملية أيضا كما تجرى للنساء تجرى للرجال في حالة كبر أو كبر الثديين. أيضا تجميل البطن بشد تجاعيده وإزالة ما يعني يسبب انتفاخة من ارتفاع يعني البطن. هذه عملية الثانية، عملية التشبيب، هي التي يراد منها إزال آثار الكبر والشيخوخة خاصة عند النساء، منها تجميل الوجه بشد تجاعيده، رفع الجبهة بإزالة الجلد الزائد وإخفاء التجاعيد، تجميل الأرداف بإزالة الدهون، شد الجلد وتهذيبه أيضا، تجميل اليدين بشد التجاعيد، تجميل الحواجب بإزالة التجاعيد الناشئة عن تقدم في العمر. فبالتالي عندنا جراحات تجميلية تحسينية كما ذكرنا أمثلة منها، وجراحة تجميلية تقويمية التي ذكرناها من قبله. أشهر طبعا الجراحات المندرجة في هذا النوع اليوم، أولا هي جراحة الحروق، هذا يدخل تحتها إجراءات الترقيع الجلدي، العلاجات بالبالونات الطبية، وهذا من أشهر مجالات هذا النوع قديما وحديثا. الجراحات المجهرية التي يستخدم فيها المجهر للقيام بأعمال دقيقة كتوصيل الأوعية الدموية الدقيقة، ويندرج تحتها أيضا إعادة الأعضاء المقطوعة، زراعة عضو مكان عضو مقطوع، جراحة الأعصاب، أيضا جراحة اليد مثل التصاق الأصابع، إزالة الأصبع الزائد، علاج قطع الأعصاب والأوتار، التهاب وأوراد أورام اليد، جراحة الأسنان، يعني هذه كثيرة أيضا، يعني تقويمها ما يعرف في ابتسامة هوليود ونحو ذلك، وتجميلها والحشوات، هذه كلها لا بأس. لا إلى الآن إحنا تصنيف. لم ندخل في الحكم الشرعي. طيب. فقط حتى هاي فرشة. نعم. لمعرفة الجراحات ثم نقف إن شاء الله على كلها. نعم. جراحة الجمجمة والفكين، جراحة زراعة الثدي، أيضا زراعة التجميل المتعلقة بالجنس كتحويل نوع الجنس أو تحديده. هذا إلى الآن هذا، لكن قبل أن ندخل في تفصيل كل واحد منها بيان حكم الشرعي، لابد أن نتكلم عن الضوابط الشرعية العامة. طيب ما هي هذه الضوابط؟ نعم. الضابط الأول أنه لابد أنه ما جاء في النصوص الشرعية في الأمر به أو الإذن به فليس من تغيير خلق الله. يعني الشرع مثل جاء في عملية احنا ما نسميها الطهور، يعني الختان، هذا ليس من التنفيذ لأن الشرع أمر به إزالة الشعر من العانة أو الأبط أو نحو ذلك، هذا الشرع جاء أمر به. وبالتالي ما جاء الشرع بالأمر به فبالتالي هذا يبقى في دائرة الحل. أيضا عندنا ارتكاب ما ظاهره تغيير خلق الله في خلقة مشوهة غير معهودة لقصد العلاج أو إصلاح عيب، لأن يعني كما في الحديث إلا من داء أو في رواية من غير داء. فبالتالي العضو الشرع راعى قضية الحالة النفسية، يعني لما أذن لعرفجة وأذن أيضا في إباحة المحرم لبعض الصحابة في قضية الحكة، يعني فأذن بلبس الحرير ونحوه، هذه الشاهد أنه قضية الأنف إنسان أحيانا يتسبب بضرر نفسي وليس ضرر مادي، يعني كما قلنا الضرر المادي لما يكون مثل أصبع أو عضو أو شيء من جسده يشعر به بألم، أو لكن أكو هناك ضرر نفسي لما الإنسان يبقى بدا أنف أو بدون عضو
معين ظاهر يسبب له بإحراج، ربما يصير عنده عقدة نفسية، ربما ينزوي من الناس، يخاف يواجههم لهذا العيب. الشرع راعى فيه فجوز له أن يصلح هذا العيب كي لا يعيش هذه الحالة النفسية والانتكاسة، فأذن له أيضا هذا. فلا يشترط أن يكون العيب هو عيب مادي، بل إذا كان هنالك عيب في جسده في أحد الأعضاء خرج عن المألوف بحيث صار نشازا وربما انتقد أو تعرض للاستهزاء والسخرية، ربما سبب له كما قلنا احتكاف أو يعني انطواء يعني على نفسه، الحالة المعروفة اليوم بالتنمر، يتعرض إلى التنمر هكذا مصطلح معاصر لا بأس. نعم. بالتالي هذا أيضا سوغ له الشارع أن يعمل هذه العمليات لإزالة هذا الضرر وإعادة ما كان على ما كان. لكن يبقى هنا ملاحظة مهمة، هو أن هنالك هوس وليس حقيقة. يعني الإنسان لما يعاني مثلا هو أنف طبيعي، لا أنف يعني خارج كبير. تشوه واضح ويعاني من إحراج كبير من خلاله لا بأس، لكن لهو أنف طبيعي وما بأي شيء، لكن هو هوس من المرأة والرجل يجعله يعني على شكل معين، هذا لا يباح له، لأن هذا لأن هو طبيعي وفي داخل إطار ودائرة المألوف، لكن هو يذهب إلى يعني ارتكاب خارج المألوف، هنا نقول لا يجوز لك. إذن الضابط فيه هو الوسط المعتدل من الناس وما يعرفه الناس، هل هذا هو طبيعي أو غير طبيعي. القضية الثالثة في الضابط الثالث هو الشيخ، هذا يسموه أكو بانحراف، يعني يستغل تعديل الأنف وبالتالي أيضا يسوي له عملية. هاي لا من الناس، هذا لأنها تابع طريق. الأصل هو علاج، فما جاز هنا يعني ربما الشيء يحرم أصالة ولكن يجوز تبعا، فهو الأصل العلاج. كل عمليات التجميل العلاجية يصحبها عملية تجميل أحيانا أو في الأغلب، يعني بالتالي يباح لهذا السبب بغض النظر عن لكن كما قلت أن لا يذهب إلى الضوابط الأخرى التي سأتحدث عنها. مثلا عندنا قضية ثالثة يحرم فيه ما يكون تغيير لخلق الله، خلاص يعني يريد يشبه العفو حيوان، يشبه كذا، ويكون فيه نوع من الاستهزاء بهذا الخلق أيضا لا يجوز. الضابط أيضا ذكر بعض العلماء ما كان فرق وما كان باقيا على الجسم وما كان متغيرا. الوشم هو لماذا حرم الشارع الوشم؟ يعني احنا نقول الان الدق والتفليج ونحو ذلك، لان هذا علاج دائمي. لما لو علاج باقي مثل الكحول والحناء جاز الشارع، لانه هذا مؤقت. لذلك احيانا احنا سياتينا ان شاء الله هناك ضابط مهم في قضيه مثلا عمليات التجميل. مثلا قضية رسم الحاجب وعمل الحاجب، يعني عمل الحاجب التاتو نحو ذلك بزراعته مثلا أمر، أو تكبير مثلا الخد أو الشفة كعارض يعني مؤقتا فترة بسيطة أو كدائمي. الدائمي يحرم لأن فيه تغيير. بالتالي فرق الفقهاء بين ما هو دائم وسنفصله إن شاء الله وبين ما هو مؤقت. أيضا قضية الغش والتدليس، الأصل الغش في عمليات التجميل الأصل في التحريم أيضا من أسباب النامصة والمتنمصة التي ذكرها الحديث أيضا، هو قضية ليس فقط التغيير خلق الله، لكن هو الغش والتدليس على الآخرين. لماذا نهي الإنسان مثلا أن يصبغ شعره شيبه بالسواد دون غيره من الألوان؟ قال لك لأن هذا راح يرجع أسود، فراح يغش قبل ماكو هويات يعني، فراح يدلس على الزوجة مثلا، هذا الرجل أيضا يدلس على الزوجة عمره ويبين أنه صغير وهو كبير. كذلك المرأة لما تصل شعرها تدلس على الرجل أن شعرها طويل، وتدلس على الرجل أن حاجبها مقوس مثلا، وتدلس على الرجل أنها مثلا يعني أنها وجهها مثلا عريض أو نحو ذلك، أو أن أنفها كذا، فهذا شيء من التدليس. لما هذا التدليس يغش الرجل، وبالتالي بعد أيام وإذا يتبين غير، تدري أغلب هذه العمليات هي لا تدوم، يعني تحتاج إلى صيانة دائما، وإلا هذا لأن هو سيلوكي أو بعض الفترة وينتهي، بعض المواد التي تدوب لا تبقى فترة طويلة. هذا أيضا إيش راح يحدث؟ راح يغش. يعني الآن حتى عمليات مثلا الصالون التي تجري فيها مرات عمليات مكياج ونحو ذلك، فيغش فتضع باروكة مثلا أو تضع شعر وتضع رموش وتضع عدسات، بالتالي هو الرجل راح ينظرها منظر آخر، حقيقتها أخرى، وبعد الزواج يتبين غير ذلك. هذا من الغش الذي حرمه الشارع طبعا، من غشنا ليس منا.
وهذا من التدليس الأشد. إذا كان الغش في البضاعة البسيطة يعتبر ليس من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وخارج عن الشرع، فما ظنك بتدليس في زواج ويبقى طول العمر؟ هذا الغش فيه أعظم والإثم فيه أكبر والتدليس فيه أكبر أثرا، لذلك التحريم فيه أشد. لذلك الشرع يعني حرم، حتى أنه في الحديث الذي يعني نهى عن الواصلة، هي كانت امرأة مخطوبة فتعرضت لمرض فسقط شعرها، فجاء أم البنية إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصل شعرها، فما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. طبعا هنا لأنه سيدلس على الزوج يعني بظن أن شعرها طويل وإذا هو شعرها. طيب سمعت الشيخ، هذا ما راح يدخل من باب أنه تعرف اليوم إحنا المجتمعات منفتحة ونوعية الالتزام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم تكن كما كانت في السابق، لأنه هناك فرق بالقناعة لدى الإنسان اليوم، حجم إيمانه ومستوى وأيضا التطور اللي موجود. ألا يندرج ذلك من باب يعني تقييد الحرية الشخصية للإنسان من ناحية هذا الحديث لعن الله الواصلة وكذا؟ لا، هو الآن أنت الإنسان هو عبد لله، يعني هذا رأي الشارع، واضح ليس رأي الإنسان عبد لله تعالى وهو مكلف أن يطيع الله تعالى فيما عقل وما لم يعقل. قضايا التجميل هي الشرع راعى، أي قال كما قال ابن القيم فأين تجد المصلحة فثم شرع الله. هو الشرع في قضية التجميل جاء لتحقيق المصلحة، المصلحة الأولى تغيير خلق الله. الآن العفو، الآن تنظر إلى بعض عمليات التجميل، الإنسان أصبحت شكولهم غريبة مبالغة يعني، فأصبح خارج نطاق المألوف. الشرع يقول لك أن يبقى في يعني إذا الضابط، لو أن شخص شكله خرج عن المألوف تترجع للمألوف لا بأس، لكن هو مألوف وطبيعي وتتخرج عن المألوف إحنا ما نقبل. فإرجاع غير المألوف إلى المألوف جائز، وإخراج المألوف إلى غير المألوف غير جائز، لأن في هذا تغيير خلق الله وفيه نكاية في هذا الجسد. هذا الجسد أمانة، وإلا الإنسان هم يقتل نفسه ويقول حريتي، نقول لا، لأن الجسد أمانة بين يديك، جعله الله أمانة، وبالتالي لابد أن تحافظ عليه. لما كرم الله بني آدم وأمره أن يصون هذا الجسد وأن يحافظ عليه، وبالتالي أيضا لا يشوهه ولا يغيره ولا يعدل بما لا يرضى صاحبه، فأنت مؤتمن عليه. هذا ناحية. ثانيا، تحقيق المصلحة في عدم غش الآخرين والتدليس عليهم. يعني اليوم هنالك حقيقة بلاء عظيم في قضية كما ذكرت الغش، أن يتزوج الرجل امرأة ثم بعد الزواج يتبين أن لون العين مشوه غير حقيقي مدلس عليه بوضع عدسات، والرمش الطويل هو عبارة عن رمش يعني صناعي وليس حقيقي، والحواجب المقوسة هو عمل، والخدود المنفوخة هي عمل، وبالتالي يعني السيليكون كله، وبالتالي هو قضية الشعر هو غير طبيعي. سيدي الآن أنت يعني إيش بقى من جمال المرأة ومن شكلها؟ وبالتالي كان تدليس عظيم على الرجل، وإذا يعني بعد الزواج كل هذه يطلع. احنا هنا ايش يذهب؟ اذا مفارقه وطلاق وانتهاء عائله والقضاء على يعني هذه البيوتات بسبب هذا الغش والتدليس. وبالتالي هنا ايضا هذه قضيه مهمه جدا، هذا يعني الرجل يطلب المراه لجمالها ولمواصفاتها. بالتالي لما يكون هنالك غش، كذلك المراه تطلب الرجل لمواصفات معينه، فكذلك لو هو غش ودلس كان ايضا اثمه عظيم. فالشرع راعى مصلحه الاخرين، كما ان انا ما ادلس ببضاعتي حتى لا اثر على الاخرين في بضاعه ماده يجوز اشتريها بمبلغ بسيط، قد يكون حتى لو بألف دينار، ولو اشتري كيلو طماطم بألف دينار تغشني به هذا او اغشك به هذا حرام، فكيف بحياه زوجيه؟ وبالتالي بهم احيانا يضطر يبقي حياه الزوجيه على مضض، لأنه هدم هذه العلاقة ربما يعني يؤدي ويسبب بكوارث حقيقية. لذلك هذه قضية. القضية الثالثة أيضا قضية التشبه بالكفار. نعم. طيب سمحت الشيخ، طبعا بس أذن يعني منك أخذ اتصالات إن شاء الله. مشاهدين الآن أيضا أرقام الهواتف أمامكم، ممكن أن تشاركوا، وعنوان الحلقة اللي هو الجراحات التجميلية لهذا الأسبوع. معي أول اتصال، الأخت رحاب من الأنبار. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلين، حياك الله يا أختي، تفضلي. ممكن أحكي للدكتور؟ نعم يسمع سمعت الشيخ، تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله، حياكم الله.
دكتور أنا طبعا زرفت إذاني ثلاثة فيقولوا لي حرام عليك يعني. تمام، تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أختي. نعم. طيب سمحت الشيخ خلي أرجع لك يعني قبل لا أخذ هذا الاتصال الثاني في مسألة يعني ربما هنالك يجب أن تكون مراعاة من قبل الشارع، يعني كان وصيا على النفس كما أشرت أنه البدن هو ليس ملك للإنسان نفسه ولكن هو أمانة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن المحافظة على هذا البدن وإظهاره بالشكل المطلوب هو كأمانة، وأيضا هو من صفات الإنسان أنه يعمل اليوم من أجل تحسين مظهره، لأن هنالك حديث أو هذا مقصد، هنالك حديث أو جاء أن الله جميل يحب الجمال، يعني ما أعرف أنا هو صدرنا هو حديث صحيح وصدرنا أول الحلقة أول ما بدينا بالحلقة ذكرنا أنه من مقاصد التشريع هو أن يتجمل الإنسان وأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل يلبس أرقى الثياب وأحسن ثياب وكان يمشط شعره ويدهنه، حتى أن بعضه لما رأى واحد شعره شذ أشعث وكذا قال هلا يعني ألا له دهن، يعني حتى يعني شلون إحنا نسميه الآن سشوار أو جل أو نحو ذلك يسوي شعره لأنه هذا يجط، فبالتالي الشرع راعى هذا الموضوع يعني وبالتالي إن الله جميل يحب الجمال، خذوا زينتكم، الزينة ليس بس بالثياب، بالشكل المظهر عند كل مسجد. وذلك جاء رجل جت امرأة تشكو زوجها إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فأمر قال ودوا للحلاق، ودوا للحلاق زينة وشعره وكذا، هي تطلق منه لأن شكله شع أشعث وجملوا الثياب، وجاء قال خذي زوجك، قالت اتق الله يا عمر يعني شلون اخذ رجال ما اعرفه، قال خذي زوجك ما عرفته بعد التزيين ما عرفه شنو يسوي بالزينه رتبوه، فبعدين امرهم قال انهن يحببن ان نتزين لهن كما نحب ان يتزين لنا. بالتالي هذا مقصد من مقاصد التشريع كما يقول ابن عباس ايضا في هذا الباب، ولذلك الانسان كونوا بين الناس كالشامه كما في الاثار، فالانسان دائما يحضر عند كل اجتماع، لذلك نحن مأمورون في كل اجتماع للناس صلاة جمعة عيد اجتماع اللقاء أن يغتسل الإنسان ويتنظف ويتطهر. جزاك الله خير. أم عدنان من الموصل السلام عليكم. حياك الله يا أم عدنان تفضلي. عليكم السلام. أنا عندي سؤال. نعم تفضلي. يعني زوجي ما خلنا نقرأ القرآن بالليل. ليش يعني ما يقبل؟ ما يقبل يعني يساومني وغلط عليه. وبعدين طيب. والثاني نعم بس نصيلي صوت التلفزيون يا اختي معدنان الله يرضى عليك. والسؤال الثاني نعم انا ادرس الشيخ القران حفظنا القران. كيف يعني؟ معدنان نصيلي صوت التلفزيون. ما افهم سؤالك مو واضح الثاني، ممكن تعيدي لي السؤال بس نصيلي صوت التلفزيون اذا تسمعيني. أم عدنان أسمع. نعم إيه أنا أدرس الشيخ. نعم فمن عوني منه وحرمانا من دراسة القرآن. تمام طيب منعوش من الدراسة. نعم. طيب أي من عوني من الدراسة منو اللي منعتش يعني؟ منعني أولادي بيجون أولادك ما بيجون طيب أحب القرآن صار شفت فيها ما أعرف شو يقولون من طيب واضح السؤال ان شاء الله. شكرا لك يا اختي. شكرا يا اختي. صفاء من الانبار السلام عليكم. السلام ورحمه الله شلونك شيخ؟ حياكم الله عزيز يا اهلا بك تفضل يا اخي. الله يسلمك حياك الله. شيخ انا من احلف الحلاف يقص حواجب الموز حلال ام حرام؟ طيب يعدلهن لو يقصهن؟ ها هي طيب تمام حياك شكرا لك. يعني ايه يعني قصن بالموس يعني حتى يحددهن يعدلن بالموس. تمام تمام يعدلن بالموس اي نعم تمام شكرا لك. نعم من وياي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شلون شيخ؟ حياك الله يا اختي تفضلي حضرتك. منو حضرتك ويانا؟ انا حمودي ام حمودي من الموصل. حياك الله يا اختي تفضلي.
حضرت الشيخ، أنا عندي سؤال أريد أخذ رأي الشيخ. نعم تفضلي. أنا متزوجة ومتزوجة زادة بيت أهلي. يعني صارت مشاكل بيني أهلي وبين زوجي، يعني بين طليقي، واشتكى على أهلي وصار يعني بيناتهم سجن، والدي سجن من وراء زوجي. والدك ايش بيه؟ السجن. السجن من وراء زوجي. نعم. طيب. فأنا هسه قاعدة ببيت أهلي. أهلي والدتي ما تقبل ولاد زوجي يبقون عندي. وأنا ما يعني مرات توبي ما ينطيني أخليهم. هذا الشيء حرام له حلال، ومرات والدتي تقول لا خلي ولا ما هو بيقدر يظلون ولادك عندي. هذا الشيء حلال عليه ولا حرام. وأنا مع العلم أني وديتهم يعني. لا حول ولا قوة إلا أعانك الله سبحانه وتعالى على مصيبتك. تمام أختي، شكرا لك يا أختي. أنا أريدك نعم. يعني بس تنورني في هذا الشيء، يعني الصراحة وقعت بين والدتي وبين أطفالي يعني ما أعرف أخليهم هناك البيت عنهم، بيت عنهم هم تهموا إلى نعم. الشباب كبار وإذا أبقاهم هنا بالبيت يعني ما أعرف الصراحة، يعني وضعيتي حيلة خربطت، أريد نعم. يعني تنورني في هذا الشيء. هي شوفي احتمال أن والدتك يعني محملة على أبوهم، ولذلك انه هي تنظر على مود اولاده. بالفعل فانت فانت شويه تعذريها ولازم تصبرين على والدتك، فلذلك وان شاء الله راي الشيخ هو اللي راح ينصحنا باذن الله تعالى. الله يعينك يا اختي، شكرا لك. ام عمر من الموصل، السلام عليكم يا اختي. عليكم السلام يا علي، شلونكم؟ حياك الله يا ام عمر، تفضلي يا اختي. أرجع ممكن أحكي مع الشيخ؟ أياد أنت على الهواء تفضلي. والله أريد أقول له إلان ابني مأذيني حيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابني مأذيني. إيش بي يا أم عمر ابنك؟ إيش في وياك؟ يضربني أبي. عجيب. لا حول ولا قوة إلا. زين شنو السبب يعني؟ إيش قد عمره هو ابنك؟ والله بدون سبب. لا حول ولا قوة. والله الله يهدي ان شاء الله. الله يهدي. اي والله. ايش قد عمره يمه؟ ايش قد عمره؟ هو عمره فوق 30 سنه، 40 40 سنه. متزوج هو ولا لا؟ زين حال متزوج، عنده بنتين وولد. وساكن وياك؟ مشاكل وياي وكان مسجون بعد سنه من طلع من السجن، وقبل انشروا علي. لا حول ولا قوة. وكان اللي تطلع من البيت كان يوديه هو. شو تقولي له انت من رساله هسه اذا توجهي له رساله لابنك حتى يسمعها؟ شو تقولي له؟ الله يهديك، والله يصلحك ان شاء الله على ابوك، وكل واحد يصلح على ابوه ان شاء الله. لا حول ولا قوه. والله انا قاعده بفراش مريضه، ولا انا شغله بي، والله انا ما لي شغله بي. لا حول ولا قوه. الله يهديه ان شاء الله. والله يا شيخ مريني. يعني فوق الالم اللي تحصليه منه انت كأم تدعي له بالهدايه. وعسى الله سبحانه وتعالى يصلح حاله. والله يهدي ان شاء الله. امين امين. طيب طيب شوفي، هو احنا عندنا بالعراق، خليني اقول لك فد شيء يعني ام عمر. القانون العراقي اجاز للوالدين انه يقدمون شكوى اذا كان ابنهم عاق، وموجود عندنا هذا القانون بالعراق. تقدرين اذا وصل الى مستوى ممكن تبلغين الجهات الامنيه ويتخذون اجراءات بحق تصرف السيء مع امه وتجاوزه بهذا القدر. لكن طيب يعني هو منتسب للجهاز الامني ولا منتسب؟ هو خبير متفجرات منتسب للاسف. خبير بالمتفجرات، خبير بالمتفجرات ومو خبير ببر والديه او ببر امه. يعني ما اعرف انا هذا التفكير ليش الشكل عندنا. الله يهديه ان شاء الله. طيب دللته وبدموع عيني والله من طلع من السجن داريته. حتى وان ما تدلليه، حتى وان ما تدلليه، هو مجبر واجب عليه يكون بار بيتش انت كأم. وان ما تدلليه يعني مو هذا منه من عنده هو حتى يكون زين وياك اذا انت مو زينه وياه، لا بالعكس هذا واجب عليه. طيب يا ام عمر، انت معافيه يعني لا سمح الله عندك فد مرض او فد شيء؟ لا والله كل شيء ماك. ولا ابد ولا يعني صحيح اني زيادة عني، بس مالي بحاجة حاجة عني. ما يعني ما حد مداري، انا قايمة بواجب نفسي. طيب والله طيب والله يرضى عليك وتوجه له نصيحة. ان شاء الله ان شاء الله. احنا كنا اولادك ولا شيلين هم ان شاء الله. طيب شو ليك؟ طيب شو ليك؟
ان شاء الله يما، ان شاء الله ان شاء الله خير. حياك الله يا ام عمر، حياك الله يا ام عمر، الله يكون بعونك. بس للاسف يعني الله يهدي. طيب سمحت الشيخ، نرجع الى موضوعنا. لو نجاوب على الاسئله، خلينا نجاوب على الاسئله يعني ما راح نقدر ناخذ بصراحه، يعني انصدمت انا بهذا الموضوع لام عمر. لذلك في القرآن الكريم نبدأ منها قبل أن نبدأ بالآخرين. نعم. في القرآن الكريم في أكثر من موطن، بل إن الله لا يدع موطن إلا ويذكر بالوالدين، وصين الإنسان بوالديه إحسانا، بل حتى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به، يعني أمر يتعلق به تعالى. جاهداك يعني حاربوك، حاربوك حتى تشرك به أني. الله شو يقول؟ يعني يعني واحد دا يقول لك يعني ضدي. الله دا يقول ضد رب العالمين، ضدي، ضد الله عز وجل. ويشركون بالله عز وجل، يقول مع ذلك ما يخالف، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطعهم بالاشراك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، يعني وراء عبادة الله الوالدين. وبالتالي ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، اشكر الي ولوالديك. وبالتالي هذا يعني اعظم اثم بعد الكفر هو عقوق الوالدين. وأعظم نعمة وقربة إلى الله بعد الإيمان هو بر الوالدين. نعم. لذلك حقيقة له ولغيره هو يعني واقع على إثم. لا تقل لهما أف، الأف حرام من الكبائر. أف يعني قالت لسوي حاجة، قال أف من الكبائر. أف ولا تنهرهما، يعني هاي يعني حتى لا تجادلهم زايدة، دير بالك. هذا الحد الأدنى من الكبائر. فيعني كيف الأكبر منه، والغلط والحكي والضرب، يعني هذا إثم ما فوق إثم، هذا كبيرة ما فوقها كبيرة. يعني إما أن يتوب، وإما هو الآن مقبل على الموت، هو خبي متفجرات بأي لحظة ربما يرحل من هذه الدنيا. وش تسوى عندك الدنيا يعني أنت؟ كيف تقبل على الله وأنت محمل بهذا الوزر العظيم، بهذا الإثم الكبير، مو بس هذه الجناية يعني؟ هذا في الآخرة، هذا في الآخرة. اليوم بالدنيا قضية نفسية، قضية أمك تبكي على مود أنت تضربها، يعني معقولة؟ أنت في الدنيا مطالب ببرها اجتماعيا نفسيا، حتى الحيوان جلكم الله ويبر به، يعني هذا فطرة فطر الله الناس عليها. أما الإنسان يقفز على هذه الفطرة، تنتكس فطرته ويزين له ويعني ينحرف، فهو انحراف خلقي اجتماعي قبل أن يكون انحراف ديني. هذا لذلك يعني هذا يعني يعني اثم عظيم. سمعت الشيخ، انا تعمدت اسالها، يعني قلت لها اكو هيك شيء عندنا احنا بالدوله العراقيه، موجود عندنا قانون فعلاً وكذا. فعلا هذا موجود، لكن شنو كان جوابها؟ انه الله يهدي. يعني ما تقدر تتجاوز، تروح الى مرحله انه تشتكي عليه او تدعي عليه، حتى دعوه من الله ما تريد تضر ابنها. شوف تعامل الابن، وقالوا انه قلبي على او قلبي على قلب ولدي وقلب ولدي على الله تعالى، يعني جعل حب الابناء في قلب، فلم يوصيهم، لم يوصيهم بالاولاد، لانه ذلك موكول الى فطرتهم. ولكن لما كان العقوق ايضا من اصله، لا تكفل الله بالوصيه في كل القران من بدايه الى نهايته يوصيه. احسنت يا سمحت الشيخ. نروح الى سؤال اخت رحاب من الانبار، تسال عن المشروعيه، انه جربت 3 مرات، لكن يعني تسأل تقول حلال أو حرام؟ لا، هو تثقيب الأذن جائز، لأنه داخل في باب الزينة، يباح للمرأة ما لا يباح للرجل. الأصل هو أن يكون ثقبا واحدا، لكن اليوم الموضة صارت 3 تثقيفات، يعني زيادة. هو داخل في يعني حكم الجواز إن شاء الله، ولا بأس به شرعا. نعم، هذا من ما ورد فيه الرخصة، مما أجيز يباح يعني يباح للنساء ما لا يباح للرجال في الزينة. حسب سؤالها أنه يعني موجود الثقب الأصلي الأول، وبعدين 3، يعني 4 تقريبا. لا يصير 3، صاروا 3 مودة هسه جديدة. نعم، لا بس إن شاء الله. نسأل أو سؤال عفوا لي، أم عدنان من الموصل سمعت الشيخ تقول أن زوجها ما يقبل تقرأ قرآن، ليش ما أعرف سمعت الشيخ؟ يعني هي تحاول توفق، يعني المعنى هو هذه معصية، لا يجوز له أن ينهاها عن طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا. مع ذلك تحاول أن توفق بينهما، يعني تقرأ قرآن في الوقت الذي هو ما موجود حتى لا تقع في مشكلة، وبالأيضا تؤدي الطاعة. هي يعني لما ليس كل وقتها متيسر لقراءة القرآن، لكن تنتظر من يطلع من كذا وتأخذ وقت. يعني ربما سمعت الشيخ، الله أعلم، أنا ردت أسألها بس ما كان عندي وقت، لأن هي سألت السؤال الثاني، قد يكون هنالك نوع من يعني تقصير في مجال البيت، يعني يمكن مرة أنه
تتجه إلى القرآن ولكن عندها تقصير بمتطلبات المنزل وأعمال المنزل يمكن، لكن هذا لا يبيح له بشكل، لكن مع ذلك الله أعلم يعني. التوفيق وطبعا قراءة القرآن يعني مأمور بها الإنسان، لكن هي دون أوامر البيت يعني. نعم. مهمات البيت أو أوجب. لذلك هي الأول تكمل مهمات البيت، فإن تفرغ لها وقت تتجه لقراءة القرآن. جزاك الله خير. أيضا تقول يعني من عوني أنه حتى أولادي أنه أنا أدرس عند يعني عند شيخ، سواء كانت القرآن أو تدرس ربما بعض العلوم الشرعية، لكن أولادها وأهلها منعوها من يعني التوجه نحو الدراسة. حقيقة لا نعرف يعني الأسباب المسوغات للمنع، ربما عدم توفر الذهاب، إمكانية الذهاب، المجيء، التسجيل، لكن هو الأولى لا. اليوم هنالك قضايا متيسرة، قضايا التعليم عن أونلاين، عن طريق اليوتيوب، عن يمكن يعني تعلم العلوم الشرعية عن طريق التواصل مع بعض اليوم الحمد لله هنالك بعض النساء ممن يحملن العلم الشرعي، الدارسات عندها شيء من الفقه يمكن أن تستند إليهن. إذا منعوها من الدراسة عند الرجال يمكن أن تدرس عند النساء وتؤدي هذا الأمر الشرعي، في نفس الوقت هي لا تغضب ولا تدخل في مشكلة مع أهلها. أحسنت سماحة الشيخ. الأخ صفاء من الأنبار يسأل يقول أنا من أروح أحلق يعني عند الحلاق، يقوم الحلاق بتحديد حواجبه أو قصها بالموس، تعرف مرات يكون الشعر الطويل أو كذا من هذا الموس. لا بس هم الفقهاء ذكروا أنه قضية بالنسبة للرجل يعني تعديل حواجبه، لأن الحواجب تطول على عكس الرموش، فهي تطول وتخرج عن المعتاد، فلا بأس أن يأخذ بالمقص أو يعني بالشفرة والموس لا بأس، لكن إحنا في الحد الجائز شرعا يعني لا يخرج إلى حد، لكن هو أخذ الزائد منه تعديل الحواجب هذا كله جائز شرعا ونص عليه الفقهاء ولا حرج فيه ولا يدخل من باب التنمص، وإن شاء الله لا بأس به شرعا. كل الحلاقات التي تجعل الإنسان في إطار ودائرة المألوف هي جائزة شرعا إن شاء الله. نعم. سمعت الشيخ سؤال لأم حمودي من الموصل أيضا، تقول متزوجة ويعني مطلقة وأجلس بيت أهلي، وبسبب مشاكل اتطلقت من زوجي وانسجن والدي بسببها طبعا. تقول عندي أولادي في البيت، ولاحظنا أن والدتها دائما يعني تحملهم مسؤولية وما تريدهم من هذا القبيل، فتقول أنا محتارة الآن بين إطاعة والدتي وأنه أبقى بالبيت، وبين أتبرى من أولادي وخليهم يعني وين وديهم بيت عمهم عندهم أولاد كبار وصعب أنه أقدر أخليه، والحياة صعبة يعني سمعت الشيخ. طبعا هي يعني أعانها الله على يعني اختيار إحدى الطريقتين وإرضاء أحد الطرفين، لكن إحنا نتكلم بالأولوية، الأولوية هو أن بقاء الأولاد معها، وقضية غضب أمها يمكن أن تداريها وأن ترضيها وأن تكلمها وهذا الغضب يزول، لكن هي بالتالي إذا أولادها بقاء أولاد عند أمامهم يسبب مشكلة، كأن تكون بنات وعندهم ولد مثلا، أو يعني لا يعتني بهم أو يتعرضون للإهانة أو لعدم التربية، فواجبها الشرعي أو لضنك العيش أيضا هم يعني لأي سبب كان إحنا كأمثلة ذكرنا، فأي سبب يؤدي إلى الضرر بهم فالأولى أن يبقون عندها. وأما غضب الأم أو رضاء الأم هذا يعني هو حقيقة هنا قضية الأم هي من باب حالة نفسية، فتستطيع أن توفق بينهما أن يكونون عندها وهو مأمور أو يعني أبوهم بتوفير السكن ونفقة هذا قبل القانون، وبالتالي من خلالها تقدر تعيش. مع ذلك تحاول أن ترضي أمها ما استطاعت، أن تحاول أن تكلمها، فأن توفق بين الأمرين. يعني احنا لا يعني دائما لا نذهب الى الحلول الصفريه، يعني لو هذا لو هذا لو اختيار احد الطريقين، لا التوفيق وارد واحنا مضطرين له. طيب ابو احمد بن دياله، السلام عليكم يا ابو احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخوي، تفضل يا اخوي ابو احمد. الله يبارك فيك. والله عندنا سؤال يا الشيخ مال الدواء على القناه. تفضل تفضل حياك الله. حياك معني. تفضل تفضل حياك الله. السؤال مالتي أدني أدنى واحد من أقاربنا نقدر نقول هيك أو من أسباب قتل أخوه. نعم. تفهمني؟ نعم نعم. قتل أخوه على مود ياخذ مرت أخوه. لا حول لا حول. فراح صام شهرين، يقول هو ما علم أنه هو كان يخطب بالإمام مال الجامع، يعني يخطب بالمسجد. فقتل أخوه وراح صام شهرين، ويعني
يعني الحكم الشرعي بيت سهل شنو؟ قتله متعمدا؟ الإجراء القانوني الإجراء اللي بتدخله شنو بحقه يعني من ناحية الشرع يعني مثلا. طيب قتل متعمد؟ أي متعمد. طيب سؤال يعني هو سأل خطيب جامع؟ يعني أخذ غدر وقتله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأل خطيب جامع ولا هو خطيب جامع؟ لا هو اللي قتل خطيب جامع. اللي انقتل؟ اللي انقتل لا. لا أخوه بس اللي قتله هو خطيب جامع. إمام جامع ما شاء الله. هذا ذكر يذكرني بقصة نبي الله يوسف. نفس الشيء. خلنا نشمره بعدين احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب صراحه قام شهرين يسالوه مال ياسي يقول لهم يتطوع شهرين متتاليين. لا حول ولا قوه الا بالله. فحكم الشرع شيء. طيب يعني هل انه تو الى توبه او هو مثلا يعني قتل متعمد؟ طيب هو نادم على فعلته يعني ولا مجرد بس؟ والله هو يعني اللي الأدلة واللي براهين واللي إثباتات اللي 100% يعني هو ده يقول ينكرها هو بس طيب. احنا ندري بيه كل إثبات كل اللي حيطة والأقارب يعني كله تعرف انه هو قاتل. طيب موقف القانون والأجهزة الأمنية من عنده يعني يدرون بيه ما يدرون ساكت مسجون؟ قتل بقت شاد بقت طائش هو فضيحها انه القاعده تتلتا ويتساوي يعني فاحنا ندري كل ابنه هو اللي قتله. لا حول ولا قوه الا بالله. هو واخذ مرت اخوه فعلا مباشره ورا ما قتله اخذها ورا ما قتله ما كنت فتره ثلاث اشهر. قتل اخوه. طيب كان اتفاق بينها وبينه بين مرت اخوه وهو حماها يقتلونه حتى ياخذها. السؤال الثاني سؤالك الاخر سؤالك الحكم الشرعي يعني انا اللي طيب. اريده مثلا نعم. حكم رب العالمين النص القانوني مال رب العالمين بهذا الموضوع شنو؟ نعم. طيب سؤالك الاخر اخوي ابو احمد ما عاد الله يبارك فيك حياك شكرا حيح. لك شكرا جزيلا الله يبارك فيك ابو علي سلام عليكم سلام من بغداد حياك الله يا ابو علي تفضل شلونك شيخي؟ حياك الله بيا الله يحفظك يا اخوي ابو علي تفضل الله يبارك فيكم أنا رجل كبير ومرة رأيت هسه ينصفون بأنه أخذ مال حرام وهو الربا لبناء بيوت وهذا رأيته كثيرا وأنا رجل كبير وأعرف كان شيخ أمجد الزهاوي رحمه الله وكان رجل محمود رجل شامع طرية في الجعفر فجاء نعم. واحد قال له انطى فتوى بانه هل يصير قال له لو تقعد في صريفه او خيمه فلن تاخذ عقالي فانا اشوف هذا كثير ينطون فتوات في هذا الشيء فقال له لو تقعد في صريفه او خيمه لا تاخذ لانه جاءت حاربه انتظر حرب من الله ورسوله فكيف يجري هذا الوقت بانه ياخذون عقاري وياخذون هذا هو الغنى بعينه ويقومون يلتفون بالدين والعبادات وهذا حرام فرايته يعني يعطون فتوى بهذا واريد تتسلطون على شو والله كان طيب. لو تقعد في صريفه او تقعد في خيمه فلن تخاف فلن لانه هذا الله كان في القران أمر إذنه بحرب من الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخوي أبو علي. سماحة الشيخ نروح إلى طبعا أم عمر إحنا تكلمنا عن موضوع أم عمر. تريد تحب تتكلم تضيف شيء سماحة الشيخ على موضوعها؟ لا يمكن. طيب أبو أحمد من ديالة يعني. نعم يسأل عن أنه شخص قتل أخوه من أجل حتى يتزوجه رغم أنه خطيب جامع وبعدها صام شهرين ما الحكم الشرعي؟ يعني تدري إحنا لا نطلع على التفاصيل لكن نتكلم بالعموم طبعا كما قال يعني كما قال وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ وأيضا بعد آيات ذكر ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني ذكر الخلود في ذنب بعد الكفر والشرك في القرآن الكريم نجده يذكر الخلود أيضا لطول المدة في قضية من قتل نفسا متعمدا بغير نفس قال طبعا وعليه غضب من الله ومأواه جهنم فالإثم عظيم يعني وله طبعا عذاب عظيم من أعظم الآثام بعد يعني من الكبائر بعد الشرك بالله القتل وعقوق الوالدين كما هو معروف فبالتالي يعني هذا من أعظم الإثم أما أنه يصوم شهرين فهذا في الخطأ
أو ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا خطأ إلى أن يكون إلى أن ذكر قال ذاك كفارته فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد في قضية يعني الرقبة فصيام شهرين، هذا في من قتل خطأ. أما العمد، العمد لا يوجد فيه يعني، العمد هو هنا متأتي لابد أن يكون في حقه لو عفي عنه طبعا القصاص، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا بد أن يقام في حقه القتل. فإن عفى أو عفي من أهل المقتول شيء عند ذلك يصار إلى الدية. هذه ناحية. ناحية القتل أيضا احنا قصة قابيل وهابيل يعني شبيهة في هذه التي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا راد مريا نفس ربما قريب من هذه القصة. بعدين فقتله حتى يأخذ أخته، لأن كما كان كما معروف في كل بطن يعتبر عائلة فيأخذ من البطن الثانية، وأراد أن يأخذ شقيقته من نفس البطن يعني، فيخالف النص الشرعي، وبالتالي قال أراد أن يقتل يعني أو بل شرع إلى أن قتل أخاه كما هو معروف في القصة فكي يأخذ. بعدين قال نريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فيكون من أصحاب النار هذا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بالتالي هنا هذا أصبح من الخاسرين، هذا الذي قتل أخاه والذي جعل الله قرآن النموذج يحكيه إلى يوم القيامة، والمرأة التي كانت يعني جزء من التفقوية أيضا آثمة شرعا، وأخذها قبل انتهاء العدة هذا عقد باطل شرعا لا يعتبر به، ويعني هو ارتكب ليس إثما بل آثام متراكبة ومجتمعة. وحقيقة يعني هي قصة لو أن الله لولا أن الله حكى لنا مثيلتها في القرآن لاستبعدنا وقوعها، ولكن الله حكى لنا منذ بداية الخليقة نماذج مثل هؤلاء يعني تحقق عليهم الغضب واللعنة، وهؤلاء أصحاب النار، النار تملأ بمثلهم، و يعني أعد الله لهم عذابا أليما عظيما كبيرا. طيب دكتور بهذه الحالة من يكون ولي الدم؟ بالأصل يكون الأب ابتداء، إذا غاب الأب الباقي الأخوة، هو مثل الورثة يعني الأب ثم العصبات يعني أيضا الأولاد أيضا يكونوا لو كانوا موجودين، لا أعلم هل هم موجودين أو لا، الأخوة الأولاد طبعا الأب الأولاد كتسلسل يعني عندنا، وقيل الأولاد مقدمين طبعا لأن هو حقهم، ثم الأب ثم الأخوة هكذا كما هو تقسيم الميراث العصبات. لكن هو هنا بهالحالة هو تفلت من العقاب بحجة داعش وقتله وكذا وتعرضه، لكن هو غضب الله تعالى وعقابه، ويعني إحنا لا يغرنا أن يكون هو خطيبا أو إماما أو صاحب دين، فهذا طبعا يكون الوباء عليه أعظم، لو كان صادقا لما تجرأ على أي، والإثم أعظم في حقه، لأن الله تعالى يعاقب الجاهل ما لا يعاقب العالم، فعقوبته للعالم أشد وعقوبته لمدعي العلم أشد. لكن نحن وقعنا في زمان كثر خطباؤه وكثر معمموه وقل فقهاؤه، ونسأل الله السلامة. وهل أصابنا إلا ما أصابنا إلا بقبح ذنوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سمحت الشيخ سؤال أخير لأبو علي من بغداد، يقول يعني هو رجل كبير وجزاه الله خير على هذا الحرص والاهتمام، سألت أحد أو استمع من أحد المشايخ أنه أحد الناس سأل عن القروض الربوية لبناء المساكن، قال له لو تجلس بصريفة أو يعني بيت بهذا الشكل فلا تتجاوز، لأنه لا تتجاوز العفو، فمعناه أنه ستؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى وستتعرض إلى عقوبة كبيرة من الله تعالى. جزاه الله خير، وهو يعني يتكلم عن الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله تعالى من كبار علماء العراق. لكن احنا يعني نأخذ كل فتوى لها واقعتها ولها ملابساتها، وبالتالي الفتوى التي تفتى لشخص لا تفتى لآخر. ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء رجل وقال هل للقاتل توبة؟ قال لا، ثم ذهب فجاء آخر فقال هل للقاتل توبة؟ فصعد فيه قال نعم، فتعجب أصحابه كيف تفتي فتوى واحدة يعني في واقعة واحدة فتوى تختلف هنا والفتوى هنا تختلف. قال أما الأول فجاء مغضبا يريد أن يقتل ويدور فتوى هل القاتل توبة حتى يروح يذبح واحد، فقلت ليس القاتل توبة حتى يبطل. جاء الثاني قاتل وانتهى وجاء تائب وريد يتوب وريد كذا، قلت للقاتل توبة قال نعم قطعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب.
وبالتالي هنا الموضوع يختلف. الفتوى لا توجد فتوى لشخص لزيد ولعمر ولقالد نفسه، لا، ربما بالأمس أفتي بالحرمة اليوم أفتي بالحلم، وربما للشخص أفتي بالحرمة لشخص آخر أفتي بالحلم. الفتوى تختلف في اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والظروف والملابسات والأحوال والأمور العامة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هنا الإباحة، هنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هاي واحد، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. اثنين، ثلاثة، اليوم هنالك قروض ليس فيها فائدة. طلع الكاظم رئيس الوزراء صرح قال احنا أوعزنا بإلغاء الفائدة، والبنك المركزي أيضا وأيضا المصرف العقاري قبل أسبوع صرح ألغينا الفائدة من ناحية كذا، أبقينا فقط الرسوم المصرفية. وبالتالي هنا الفرق احنا بين القروض التي ليس فيها فائدة فقط رسوم، وبين القروض التي فيها جزاك فائدة. الله خير سماحة الشيخ، أنا أشكرك الشكر الجزيل سماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق والأستاذ بكلية الإمام الأعظم الجامعة، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فقه العصر، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله، موعدنا معكم نلتقي عند الخامسة يوم الخميس المقبل بأسرار التنزيل بإذن الله تعالى. ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.